بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم الأسبوعي وبشر المخبتين. أيها الإخوة الكرام، قيام الليل هو دأب الصالحين، وتجارة المؤمنين المخبتين، وعمل الفائزين. في الليل يخلو المخبتون بربهم ويتوجهون إلى خالقهم وبارئهم، يشكون إليه أحوالهم ويسألونه من فضله. نفوسهم قائمة بين يدي خالقها، عاكفة على مناجاة بارئها، تتنسم من تلك النفحات، وتقتبس من أنوار تلك القربات، وترغب وتتضرع إلى الله عظيم العطايا والهبات. قيام الليل هو سنة عباد الله المتقين الصالحين المنيبين، إنهم يقومون في ظلمات الليل يناجون الله جل جلاله، حين تنام أعين الناس تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ذكر الله جل وعلا عن عباده المتقين أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن البصري رحمه الله: كابدوا الليل ومدوا الصلاة إلى السحر، ثم جلسوا في الدعاء والاستكانة والاستغفار. وقال عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرغب في قيام الليل، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها. فقيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. رواه الطبراني وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الحاكم والبيهقي وحسنه المنذري. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود وصححه الألباني. والمقنطرون هم الذين لهم قنطار من الأجر، وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. لهذا كله حرص السلف الصالح رحمهم الله تعالى ومن جاء بعدهم من عباد الله المخبتين على قيام الليل، فأدأبوا أنفسهم وتعبوا وقاموا الليالي ذوات العدد يناجون ربهم ويبثون إليه شكواهم. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم،
فيراه من لم يره قط فيقول إني لأحب هذا الرجل. وقيل للحسن البصري رحمه الله ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ فقال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. وأخذ الفضيل بن عياض رحمه الله بيد الحسين بن زياد فقال له يا حسين ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني. أليس كل حبيب يخلو بحبيبه؟ ها أنا ذا مطلع على أحبائي إذا جنهم الليل غدا أقر عيون أحبائي في جنتي. وقال ابن الجوزي رحمه الله لما امتلأت أسماع المتهجدين بمعاتبة كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني حلفت أجفانهم على جفاء النوم. وكان العبد الصالح عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله يفرش له فراشه لينام عليه بالليل، فكان يضع يده على الفراش فيتحسسه ثم يقول ما ألينك ولكن فراش الجنة ألين منك، ثم يقوم إلى صلاته. وقال الفضيل رحمه الله إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك. وقال معمر صلى إلى جنبي سليمان التيمي رحمه الله بعد العشاء الآخرة فسمعته يقرأ في صلاته تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، حتى أتى هذه الآية فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، فجعل سليمان يرددها حتى خف أهل المسجد وانصرفوا. ثم خرجت إلى بيتي فما رجعت إلى المسجد إلا لأذان الفجر، فإذا سليمان التيمي في مكانه كما تركته البارحة وهو واقف يردد هذه الآية لم يجاوزها. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. قالت امرأة مسروق ابن الأجدع والله ما كان مسروق يصبح من ليلة من الليالي إلا وساقاه منتفختان من طول القيام. وكان رحمه الله إذا طال عليه الليل وتعب صلى جالسا ولا يترك الصلاة، وكان إذا فرغ من صلاته يزحف إلى فراشه كما يزحف البعير. قال مخلد بن الحسين ما انتبهت من الليل إلا أصبت إبراهيم بن أدهم رحمه الله يذكر الله ويصلي، ثم أتعزى بعد ذلك بهذه الآية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله ربما أقوم 5 ليال متوالية بآية واحدة أرددها وأطالب نفسي بالعمل فيها، ولولا أن الله تعالى يمن علي بالغفلة لما تعديت تلك الآية طول عمري، لأن لي في كل تدبر علما جديدا والقرآن لا تنقضي عجائبه. وقال رجل لإبراهيم بن أدهم إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواء، فقال رحمه الله لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. ومما جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الهجعة، إنما هو على الجنب، فإذا تحرك أي أفاق من نومه قال ليس هذا لك، قومي خذي حظك من الآخرة. وكان أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى يحث الشباب على قيام الليل ويقول يا معشر الشباب يا معشر الشباب جدوا واجتهدوا وبادروا قوتكم واغتنموا شبيبتكم قبل أن تعجزوا، فإنه قلما مرت علي ليلة إلا قرأت فيها بألف آية. أجل أيها الإخوة الكرام،
لقد كانوا يتلذذون بالصلاة ويستشعرون وقوفهم بين يدي الله في ظلمات هذه الليالي، فذلك الذي أكسبهم مزيدا من العبادة وطول قيام في الليالي ذوات العدد حتى لقوا الله أطهارا أبرارا. فاللهم ألحقنا بهم غير مضيعين ولا مبدلين، واجعلنا من عبادك المنيبين. اللهم ارزقنا لذة الإنابة والخشوع في الصلاة، واجعلنا ممن يقوم الليل ويحافظ عليه، واجعلنا ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللهم وتقبل منا صالح الأعمال والأقوال، وإلى لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المخبتون وبشر المخبتين، وبشر المخبتين، إنهم أولياء الله الصادقون، إنهم أقوام أجسادهم بالأرض وقلوبهم معلقة في السماء. هم الذين وصفهم الله بقوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبشر المخبتين، وبشر المخبتين. هذا البرنامج من تقديم فضيلة الدكتور عبد الله ابن محمد العسكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سلمان، من إخراج عبد الرحمن ابن فهد الخنفر.